صباح الخير يا ممتاز. يا راجل قول مساء الخير، الساعة بقت 12. يا راجل كفاية حنبالة بقى، الله خطر على صحتك كده. أمال فين العنصر النسائي اللي في المكتب؟ النهاردة عيد المرأة ولا إيه؟ عندهم دورة تدريبية 4 أيام تقريبا لحد يوم الخميس. وعياء لحت تشتغل إيه عشان يبعتوها تتدرب؟ هي اللي طلبت التدريب يا أستاذ زكريا. وده ينفع؟ آه طبعاً، بس بشرط تنجح في الدورة وإلا هتسدد تمنها في الآخر. وتحية هي كمان طلبت التدريب. خير يا مدام تحية، هي الدورة اتلغت؟ يا أخويا بلا تدريب بلا وجع قلب، هستفاد إيه أنا بالتدريب والهيفة دي؟ هم فاكرين اسمه إيه ده؟ عبدالله السيد. اسمه عبدالله السعيد يا ست تحية. طب طالما سبت التدريب ما روحتش ليه؟ ما انت عارف محسن جوزي بيعدي عليا يروحني بدل مرمط المواصلات. ما كانش ينفع يا مدام تحية تسيب التدريب وتمشي، ده يعتبر شغل وانت بتقبضي مرتبك كامل عليه، وبالمنظر ده هياخدوك غياب ومش هتعدي الدورة. وهي يعني الدورة الأولمبية لا مؤاخذة؟ كبر دماغك يا بيه. يا أستاذ زكريا هتفرق معاها والله في تقييم آخر السنة، والتقييم بيفرق في الترقيات، ده غير إنها ممكن يتحقق معاها لو عرفوا إنها غابت من غير عذر. بيقولي لهم أخدت كشكول المحاضرات من علياء زميلتي في الفصل.